غداي اليوم كان وايد خفيف، ربع خروف سوري من نزيهة للضيافة، طبعا أكلهم لذيذ ومن الآخر، واللحمة دايب وعليهم تتبيلة ما لها حل، ويفضل أنك تتصلهم قبلها بيوم عشان يجهزون لك الخروف. غير كذي راح يضبطونك بالروب وخيار دقوت عشان تعطي أحلى لخبطيشن ومكسيشن وضربيشن. طبعا ما كان ودي أكثر، بس شو أسوي، لقمة ورا لقمة إلا نظفت الصحن.